مين في الاهلي شبه زيزو بن شرقي؟ بن شرقي ما فيش حد شكله في مصر. زيزو زيزو في الفترات الاخيره برضو ما فيش حد شكله في مصر. انت قلت ان الاثنين دول كان يكسبوا اي فريق صح؟ يشيلوا اي فرق يشيلوا. مين في الاهلي كان يشيل الفرقه السنه اللي فاتت؟ بص الاهلي الاهلي فرقه جماعيه من الطراز الاول. قفشه لعيب كبير جدا طبعا. السوليه ديانج 100% عندك حمدي قول ومحمد فتحي شناوي معلول محمد عبد المنعم طبعا. لكن في الاول وفي الاخر هو الاهلي منظومه جماعيه في كل حاجه. كل حاجه فيه جماعيه. فالنجم الاوحد في النادي الاهلي خلص من بعد ابو تريكه. خلص من بعد ابو تريكه. حتى وجود ابو تريكه ما كانش نجم اوحد. لا كان نجم كبير. لا ما اقصدش يعني كان نجم الشباك. بس اقصد انت كان عندك بركات. لا انا بتكلم انا بتكلم انا بتكلم لما تيجي تقول ايه فلافيو ومتعب. انا لما انا بتكلم لما تيجي تقول ايه في ابو تريكه دلوقتي؟ لا يعني ما فيش ابو تريكه غير واحد. لكن في بركات ممكن هتشوف كان على ايامنا في بركات في حد قريب منه في حد شكله انا مش فاكر. بس انا بكلمك على حد على حاجه فريده. حاجه فريده. بس بركات برضه حاجه فريده. لا بركات طبعا لعيب كبير. لعيب كبير قوي فعلا ما فيش حد شبهه. بس طب قول لي مين شبه بركات؟ تعال نلعبه مع بعض. يعني مين اللي قريب من مستوى بركات زمان او دلوقتي؟ زمان او دلوقتي انت عندك زيزو. زيزو اللعيب قريب من بركات؟ قريب قوي. مع ان بركات كان ممكن يلعب ناحيه اليمين بس. لكن زيزو ما شاء الله بيلعب في كذا مكان. يعني زيزو افضل؟ انت عايز تاخد منك تصريحات جامده جدا اطلاقا. على فكره انا عارف انا بحب شفتها بحب الحوار معاك ليه؟ انت عندك ميزتين. انه انت واضح في كلامك عشان كده انا بدير معاك الحوار بكثير من الجدل عشان انا مستمتع جدا وبحاول نوصل مع بعض للكلام. بس مش الهدف ان احنا ناخد تصريحات. بص بركات لعيب من اللي هو من اين اصل كان بركات لعيب كبير وزيزو من كبير. اين تؤكل الكتف بركات؟ بيروح في اقصر الطرق. زيزو لا زيزو ممكن يقعد يلف ويدور وهيدي لك النتيجه في الاخر. لكن بركات هو عارف اللقطه فين، هو عارف الهدف فين، عارف هيروح زيزو فين. افضل من بركات؟ يعني مش صعب ان انا اقول لك زيزو افضل من بركات. لكن انا بقول لك سجاد في كلامك. لا والله خالص. لا والله خالص. تمام. خالص انا رايي انا ماليش حسابات والله لا بس انا رايي انه بركات لا يقارن وزيزو له اسلوبه الخاص. تمام. وكل لاعب جه كان له مسته. ما انا بقول لك انا بقول لك لا هم الاثنين الستايل اللي هو السرعه والحركه لكن بركات اللي هو ايه بتاع التكه. يعني ما بياخدش وقت كتير، ما بيقعدش يفرق كتير بلغه الكوره. لكن زيزو فراك. زيزو فراك وزيزو بيدافع وبيهاجم يعني زيزو في حاجات كتير. بركات في الحته الاهم